نظم تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم. نظم المشايخ أحمد عبد العزيز الزيات وإبراهيم علي شحات السمنودي وعامر السيد عثمان رحمهم الله تعالى. لك الحمد يا مولاي، صلي وسلم على المصطفى والآل والصحب مرسلا. وبعد فذا تنقيح تحرير شيخنا محمد المتولي شهير في الملا. فتحريره قد زاد بحثا ودقة على كل تحرير لطيبة جلا. ومن روضه عنه فوائد زدتها، فيا رب عمن نفعه وتقبلا. سورة الفاتحة والبقرة. وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا. وتختص كالإدغام بالسكت عنده، ومن كامل إدغام روح مبسملا. وأشمم لخلاد الصراط بأول، فقط أو وثان أو لذي اللام ثم لا. ومعه ألف حقق كذا مع أول، ومع ثالث وسط الزوائد سهلا. وعن خالف يختص إسحاقهم بوجه سكتيك بين السورتين فحصلا. توسط لا لحمزة. وفي ألمع المفصول مع شيء اسكتا لدى خالف إن أنت وسط عنه لا. أو اسكت بموصول لحمزة واشمما لخلاد الحرفين أو ماع الولا. كمنشون سهل وافتح عنها مؤنث، ومن قال بالتوسيط توراة ميلا. ومع سكت مفصول لدى خالف فقف عليه وألبس سكتها لا تميلا. أحكام تتعلق بالغنة. ودع غنة الدور كيعقوب واصلا، كشام إذا بالسكت والوصل رتلا. وما غن مع سكت سوى نجل أخرم على غير موصول ولا ازراق ماثلا. بها ثم مع إدغام يعقوب أوجبا، ولكن مع الراع رويس فأهملا. وغنى لحلوان لدى اللام قاصرا، كما عند رملي لدى الراء تقبلا. أحكام تتعلق بهشام. ويقصور حلوانيهم عن هشامهم بخلف وداجوني المد والصلاة. وسهال حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد ثم لا. يغنوا على مد أنذرتهم له، فمدا مع التحقيق وافصل مسهلا. وعنه روى الداجون قصرا محققا، وزادا له مع شاء جاء تميلا. ومن كاف افتح سهل الهمز واقفا، كان تسهل فاصلا غن نملا. أحكام تتعلق بابن ذكوان وحفص وإدريس وهشام. وطول ابن ذكوان بنقاش اخصصا، وسكتا لحفص عند قصر
فأهملا وعنه وعن إدريس كالأخفش اسكتا على أل ومفصول وشيء فمسجلا وللصور أطلقه كنقاش يطل وخصص على توسيطه لتكملا وبسم لصوري كحلوان قاصرا كمد ابن ذكوان وسكت له جلا أحكام تتعلق بالبصريين ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب وحولا لها سكته معه كذاك رويسهم على وجه إدغام كدوريهم على الإظهار في كغفر لنا وكذا اترك لقانون إن توراة كان مقللا ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا ودع غن حفص قاصرا ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم نعم به خصو رويسا فأسجلا وهسكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فعقلا كذلك بالإظهار لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة ولا يغنوا على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا وقد كان مهملا بنحوي علي حيثما غن فاستمع وفي الكافرين افتح وذراء ميلا وأضجعهما أيضا لصوريهم وذا على ترك سكت ثم مطوع تلا بفتحهما أيضا بذا اختص سكته ودع غنة الصور بالأول مسجلا لمطوع عين على الثاني غنة ومع سكت مد ليس ما كان موصلا ومع مد شيء ثم مع سكت وأل لحمزة التأنيث لست مميلا ومع وجه ترك السكت عن خالف فدعك إطلاقها لكنه ما عمدلا له خص صوعا من مع السكت كله كفي النار إن قللتهم أظهر الجلا ودع غنة وقصر وفي الله أبدلا وقلل سوى يحيى كحميم معبلا ونحوى ترى الشمس افتح اخفي يخص مؤنع ما يهدي اسكنك يأمركم فلا وأرني وإن قللت فعلا فإن تمد فافتح كناره مزوغنا مرتلا وإن تقصرا مع همز نضجع وغنة فدعوى مع الإبدال غنة نحضلا مميلا وإن تفتح لفعلا موسطا مع الهمز عين غنة وتقبلا مذهب الضرير عن دور الكسائي ولا غنة في الهاء عند ضريرهم وأتبع له وامنعه إن ساكن تلا يواري أواري مع تماري أمل وبارئ الغار عنه افتح وعن جعفر فلا باب في قواعد الأزرق فصل في البدل واللين وذوات الياء ومع قصر إسرائيل قلل موسطا سواه وإن تستثني آلان أهملا توسوط إسرائيل وافتح
بمجه بتوسيط إسرائيل آلان أبدلا وآلان إن أبدلت بالقصر فقصرا للام وثلث إن تطل أو تسهلا ومستثن لولا بعد عادا له افتحم بتوسيط إسرائيل أو مده قبلا حكم اللين مع البدل ومع قصر لين سو همزا مثلثا بتوسيطه ثلث وبالمد طولا وفي واو سوآت قصرا مثلثا ووسط بتوسيط ومد مقللا حكم ذوات الياء مع رؤوس الآي وقلل رؤوس الآي مع كل ذاتيا وقلل رؤوسا غير ما هذه فلا مذهب ابن بليمة وقلل من التلخيص ذا الياء عنده سوى ما به ها من رؤوس تنزلا عليه قصرا والسط لهمز ولينه بقصر سوى شيء فوسطه تقبلا ويسكوت بين السورتين وإنه لثان من الهمزين كان مسهلا أبدال همز الوصل مدا وزاد يا لدى هؤلاء والبغاء وسهلا أريت وها أنتم وقد مده وفي كتابي يهني بالسكون تعملا ونونا بإدغام كياسين قد روى وقلال معها يا وها تحت تميلا وبالخلف إجرامي وتنتصران ساحران كذا أن طهرا وكذا كلا سراعا ذراعيه ذراعا وهكذا افتراء مراء عنك وزراك والولا وفخام في فرق والإشراق مع إرم عشيراتكم أيضا كذا شارر تلا وكبر كذا عشرون مع ذات ضمة تلياك خير الرازقين تمثلا وغلى ظلامات سوى ما يلي الألف ومحياي بالإسكان والفتح كملا فصل في الراءات وفي الراء ذات الضم رقق وفخما وعشرون كبر فخما هاهما كلا ومع ثالث فافتح ودع قصر لينه ولا تأتي بالثاني إذا كنت مبدلا كجاء أمرنا آلان مع أرأيتم أأنت ومع ترقيق لا منك يوصلا وظلت ومع تفخيمها بعد طا وفيك طالا وصلصال وفي إيرم عقلا عشيراتكم مع حذركم وزر كبره كعبرات إجرامي كذا حاصر التلا وفي كل ذي نصب وعند توسط ومد له في غير شيء فأهملا ومع مد شيء حيث ما كنت فاتحا ومع فتح يا محياي إن لم يقللا كذا إن تقلل مبدلا كيشاء إلى وإن تقرأ أن تفخيم بالضم مسجلا تصل قلل اندد واسكت افتح بقصره بتفخيمها إن مد وزراك والولا فرقق وفخم في ذراعا كذا كما ذراعا ذراعيه فكن متأملا بيان حكم الراءات المنصوبة
ورقق ذوات النصب كله وفخما وفخد كذكرا غير صهرا وأسجلا وفخم كذكرا ليس صهرا وغيره ففي الوقف رققه وفخمه صلا ومع ذنددا وافتح ودع قصر لينه كسكت ودع ترقيق صهرا مقللا ومع ثاني اسكت ثاني الهمزتين سهل قصر سوى شيء فوسطه قللا بمد لهمز وافتح قصر وأشبعا بتوسيط كل قيل مع فتح عملا كذكرا مع التوسيط والفتح فخما وبالقصر والتقليل تفخيمه ظلا بتفخيم ساحران تنتصران طهرا وافتراء مع مراء فأهملا على المد تقليلا وفتحا موسطا وذا النصب رقق حذركم حاصرت فلا تفخمهما إلا بفتح وأهملا لتفخيم إجرامي بمد مقللا ونحوا خبيرا لا تفخمه واقفا وذا إن تفخم في الثلاث على الولا عشيرات إن فخمت ذا الياء فافتحا ووسط ومد اللين واعمل بما خلا بتفخيم عبره كبره افتح وسهلا يشاء إلى ثان لهمزين أبدلا وفي الدين لا تقصر وفي وزر إن تفخما لا تقلل عند قصر تنى العلا وترقيق والإشراق يروي مفخم لمضمومة والخلف عن قاصر على أبو معشر خلف له ولهم جدا وغلظ كلا اللامين دع أن تقللا ورقق كثيرا ثم ذا الضم رققا على قصر من تفخيمه شارر تلا ورقق مع الترقيق في شارر فقط على وجه مد الهمز فيما تنقلا فصل في اللامات كمطلاع إن رققت سهل أريت موصل اسكت وفخم ذات ضم مطولا وفخم لها أو ذات نصب بفتحه ولا وصل إن تبدل بك السوء إن حلا بترقيق لام بعد غاصل وبسملا وللهمز مد افتح كآلان أبدلا ونحو يسيرا لا تفخمه واقفا وبعد سكون الضاء ترقيقا ابطلا وفخمهما أو إفرطا أو عقيب ضا وتغليظ صلصال بمد مقللا فدع كانفصالا إن تفخم ففي الوقوف نحو خبيرا لا يفخام فعقلا باب في قواعد حمزة فصل في الوقف على الهمز بإضجاعها أو سكتك الماء أو اسألوا لحمزات وسطا بالزوائد سهلا ومنفاصل عن مد نوعا محرك لدى سك في مد الوصل ليس مسهلا كمع مد شيء ثم مع سكته وأل كذلك إن توراة كان مقللا ومنفاصلا رسما من الهمز حققا وسهله أو فخصص كقل إن خلوا إلى ومع سكت مد الفصل خلاد قد تلا بتسهيل مستهزون وقفا وأبدلا وعن خالف مع سكت كل فلا تقف بسكت
منك من أجر بل النقل نقل وحقق سواه إن تملها لحمزة عموما وإن خصصت فتلو بما قال ومع سكت مد الفصل عن حمزة اسكتا بك المرء لكن حبر إزمير قال لا فصل في توسط شيء لحمزة وشيئا إذا وسطت عن حمزة اسكتا بألأو مع المفصول توراة قلل ومع سكت مفصول وشيء موسط فحقق لخلان كقل إن وهؤلاء وبالنقل في شيء وبالمد مبدلا كما انصراط شم في لولا وما ولا كالابرار اضجع وافتحاتيك سهلا كيستهزئون باب هزءا له انقلا باب لذهب مع جعل لرويس وبابا ذهب رويس نظهار مع جعل وأظهر وأدغم حيث أدغمت أولا وإن تدغم الثاني فدع وجه غنة كهسكت لا عمه كهنة فحصلا تحريرات عامة وفي هؤلاء والبغاء لأزرق على كسرياء باقي الباب سهلا ما يجب على إسقاط الأولى من المتفقتين لرويس والإدغام الكبير مذهب أبي الطيب من غاية أبي العلاء وصل لي رويس مدعا ما فقط بها بحذف كتحقيق أئناكم تلا كذا إن تخفف في فتحنا ثلاثها وإن سد جرت قد كنت عنه مثقلا كذلك إن تضمم يضل يضل غير لقمان أو تفتح له يا عبادلا كذا إن تخاطب يفعلونا وإن تكن لدى أعجمي مخبرا ثم نزلا إذا كنت بالتخفيف في الزاي آخذا كذلك إن نونت عنه سلاسلا كذا إن تخاطب في يقولون ثم معه ذكر تسبح غب وأنف لتفضلا بالإسقاط دع غنا وعالي مفجررا كآلان أبدي الفجمع وصل كقصدلا تشم ولا ينقص بضم ففتحة يشاء إلى والباب سهل لتعدلا كذلك في باب اتخذتم فأدغما وإن تدغم الكبير أظهره تجملا يشاء إلى سهل كأصداق أشمما ولا ينقص تحضم عنه كمن جلا باب بارئكم مع غيرها لأبي عمرو وإن تتمما بارئكم أو تمد مخفيا عند دوري فغنا تنهملا كإن تفتحا مع قصره واختلاسه ومع مد مع وجه إسكانه اعتلا ولا تظهرا مع غنة عنه مخفيا على قصره مع وجه تقليله ولا تغنى لدى السوسي مع وجه فتحه مع المد والإخفى ولا ذاك مهملا له عند تقليل مع المد مسكنا ومع وجه تقليل له أيضا احظلا على المد إخفاء وعند اختلاسه ببارئكم وجهين في غيره تلا ومع مده كالهمز لم يخف غيره ولم يومل الدوري في الناس مكملا
فعلى مع الفواصل وغيرهما والغنة. وفعلا جميعا مع فواصلين استاحا، وقللهما أو في الفواصل قليلا. عن ابن العلاء أو لفظ دنيا جميعه، أبل عند دوري مع الفتح في كلا. وغنة دور اخصص بفان ورابيع، بقصر وثالثا لسوس الله حولا. ولابن العلا من كامل غنى الزهما، وموسى وعيسى ثم يحيى فقليلا. حكم الراء المجزومة مع الإدغام الكبير والغنة، وباب فعلى والفواصل للدوري بإظهار را جزم كبيرا فأظهيرا، ودع غنة فعلى فواصل قليلا. قاعدة لحمزة. ومع سكت مد غير متوصيل فقف بهزءا وكفءا عند حمزة مبهلا. قاعدة لابن وردان. وخص بنقل الآن غنا كتيارا، وإسكان راء في تضارا كذا ولا. قاعدة لرويس. وعند رويس فمنع عن وجهة غنه على وجه إدغام الكتاب محصيلا. وإن تدغما مع مده أتخذتهم، فأدغ ومع قصر فأظهره مهملا. لها إلاه في خالدون وإن تغنى مع مد ندغ كاتخذتم معولا. ولها معه قاصرا تاركا لها، وذلك إن تظهر كتابا لتجمونا. قاعدة للدوري والبزي ويعقوب. وإن تفتح القربى مع القصر مظهيرا، فللناس عن دوريهم لا تميلا. كذا إن تقلل حيث أدغمت فيهما، ومع غنة البزي فلمهاه أهملا. ولا مد مع إبدال سوس مقللا، ولا تميل الدنيا مع المد مبدلا. وإدغام يعقوب خصوصا بثبوتها، رويس على مد ما تغنى أهمالا. كروح ومعها اثبت على قصر أول، ومعها بهن اهدع على المد عن كلا. قواعد لابن عامر. وما ننسخ الدجون خصا بفتحه لرملي إبراهيم بالآلف قلا. للأخرام أطلق يا ألف وهنا ألف، وقل ما عثال سكته كان مهملا. ومع ثالث إطلاقه السكت لم يكن، ولم يكن التخصيص إن يتل أولا. وفي مذهب التخصيص ألزام غنة، ومعها هنا دع يا حماريك مويلا. لمطوع أطلق ويبسوط بسطة، لسين كسكت دعه إن آلفا تلا. وقد غن حال الفتح لا مع إمالة
ذات وليس إذا في كافرين مميلا. ومع يائه ذا الراء معها افتح له بلا غنة أو غنة أيضا مميلا. المد والغنة مع إمالة يرى الذين للسوسي. ولا مد للسوسي مع تركها على إمالاته يرى الذين موصلا. قاعدة للرويس. وعند رويس مدغما بل عذاب مع كتابا أو العذاب للمد فاحذلا. حكم الدنيا مع الناس وباب فعلا والمد والإدغام. ومتى مع الهمز للدوري. ولا تؤمن الدنيا مع الناس مطلقا ودع فتح فعل قاصرا مظهرا على إمالاته الإبدال مع بين بين في متى مع قصر دع لدوري فتل على. حكم عسى مع غيرها للدوري. ودع غنة كالقصر إن قللت عسى ورى الجزم أدغم ثم فعنا فقللا. الألفاظ السبعة للدوري. ويا ويلتا أن ويا حسرتا له بتقليل نقرأ أو ويا آسف العلا. وقلل جميعا مع بلا ومتى وزد لبعض عسى والفتح في السبعة انقلا. ومن جامع الداني بالإدغام فقرأ وأنا فقط من هذه كن قللا. قاعدة في يبسط وبسطه لابن ذكوان وحفص وخلاد. ويبسوط كالأعراف عند ابن أخرم بصاد ونقاش بسين هنا تلا. وصاد بأعراف ومع سكت حفصهم ورمليهم فالسين لم ياك مهملا. ومن يروي سكت المد للفصل وحده لخلاجهم فالصاد لا غير أوصلا. وزاد بفتح قد رواه ابن أخرم وبالخلف نقاش ومطوع حظلا. لمد وسكت غن بسم لأول لمطوع الإضجاع والغن أهملا. وبالصاد وليقرأ به اختص سكته. قواعد للدوري عن أبي عمرو. وما أظهر الدور مع القصر مبذلا. وذلك مع تقليل أنا وغنة وفتحا لفعلا دعهما إن تقللا. ومع فتح أنا عنه في الناس إن تمل فغنى ولا تظهر بقصر تأملا. قواعد لابن ذكوان وأبي عمرو. حماريك فافتح والحماري لأخفش بخلف ومن نقاش كان مميلا. على المد ما فيه اختلاف سواهما ولا سكت عنه إنهما قد تميلا. ومع وجه مد عند فتحه مقرأ بلا غنة وقرأ بها إن تميلا. ولا سكت مع فتح أتى لابن أخرم وأرني على إسكانه لي فتل على. فدع غنة مع وجه تحقيق همزة وذا حيثما الموتى قرأت مقللا. ويختص سوسي بهمز وغنة وتقليله الموتى وإخفائه عقلا. كذلك بالإسكان مع بين بين فيه مع وجه إبدال وغنات انقلا. بلى إن تقلل أخف أظهر وغنة فدع لا تمل دنيا وفعلا فقللا. وفي الناس إن تبجع فلا تقصرا وإن فتحت لدى قصر فلا تك مبدلا.
قواعد لابن عامر والبزي وقالون لداجون إن تظهر سجزغن ثم أدغما أنبتت بالخلف للصور تفضلا ولا سكت إن يدغم وما بعد كنتم فظلتم لدى البزي دع أن تثقلا لقالون إن تسكن يملا هو امنعا على المد إبدالا لثانيهما ولا تغنى مع الإبدال إن كنت قاصرا ومع صيلة معها قصرا إن تسهلا قواعد لأبي عمرو وإحداهما مع وجه تقليله لدى أبي عمرو مع غنة كن مسهلا ومع وجه تقليل على حذف غنة فلا من للسوسي إن هو أبدلا ومع غنة فتح مع القصر مبدلا يخص به والمد أيضا مقللا ويحيى وأن حيث قللت مدغما فسهل وإن أنا فأظهر مسهلا إدغام يعذب من لحمزة ومع سكت الأدغم يعذب لحمزة مع السكت والتوسيط في شيء اجعلا وإن تسكتا عنه بأنفسكم وأل فقط وجه إدغام وتوسيطه فلا يجيء لخلاد ومع سكت ما سوى يشاء فبالوجهين حمزات والصلاة وأظهر له أدغم لخلاد ساكتا ومع ترك سكت حمزة بهما تلا سورة آل عمران ولا تضجع التوراة مع سكت الوشي ولا تسكتا في حرف مد مقللا كذاك ولا في ذي اتصال لحمزة وقليلا الدنيا عن الدور مدخلا ولا تاك مع إبدال همزات من يشاء إنا مع الإدغام فيها مميلا ولا غن إن قللت إلا مسهلا بالإدغام مع فتح لدى الناس يجتلى وإن تفتح الدنيا وللناس مضجع فهنا وإن تفتحهما جوزا كلا قاعدة لابن ذكوان وعمران والمحراب فافتح وواحدا أمن لابن ذكوان وكلا فميلا وليس سوى النقاش في الثاني مضجعا وسكتا وغنا خص بالفتح في كلا وغناتا تضجع لمطوع التزم وعمران للرملي ليس مميلا قاعدة للأزرق بإبدالها أنتم كذاك بلا ألف فرقق لذات الضم والنصب واحظلا مع الفتح توسيطا كقصر مقللا بالإبدال زد تفخيم ذي النصب موصلا قاعدة لابن عامر يؤده ونؤته مع نوله ونصله ويتاقه مع ألقه فقصرا صلا لصور هشام صل لخفاش زد سكون داجون سكت الرمل فامنعه موصلا نعم يتقه مع ألقه عاكسا قرى ومطوعه يختل السكت تنهملا لمطوع داجون غنى بقصرها ودعها لداجون بمد كذا حظلا لدى الرالح الوان بوصل وغنة بلا من لرملي على القصر أبطلا وأرجئه للداجون فقصر بخلفه ويرضه لصور قصر وعن أخ
أخفش كلا. وإن يسكت النقاش أو مد يختلس كدفان، إن يسكت بما كان موصلا. وليس له قصر على سكت غيره من النشر، لم يسكن هشام فحصلا. قاعدة لهشام ورويس. ومدا وغنا دع لحلوان مسكنا، بأن لم يره والغن داجون نهملا. بوصل وإن تدغم فصل لرويسهم، ولم يختلس روح مع المد فعملا. قاعدة للدوري. ولا تومل الدنيا مع المد مبدلا، كذا إن تخاطب تفعل والذي تلا. قاعدة لهشام. لحلوان خاطب يحسبن بخلفه، ومعه قصورا إن قتلوا لم تثقلا. قاعدة لحمزة. وتقليلك الأبرار حتم لحمزة، على سكته في ألو وقفا ألنقلا. فقط عند خلاد مع الفتح ساكتا، على غير مد معهما عنه قللا. بإضجاعها التأنيث أو مد لا أمل لدى خالف، وافتح لخلاد ذي العلا. سورة النساء. وإن تسكتا في ساكن غير ألوشي، فلستا لخلاد ضعفا مميلا. وإظهاره بالجزم مع سكت ألفقط، فدعوى مع الوجهين قد جاز مدلا. ودع سكت مد الفصل مداغما وفي، ومن لم يتب قد كان هذا محللا. ومع مد شيء أدغما مطلقا وفيه، الإظهار مع سكت بمفصول عملا. قاعدة لابن ذكوان. ونحو فتيلا انظر اكسر لنجل أخر من رحمة خبيثة خلفه على. ولا سكت للرملي مع وجه كسره، وما هو مع ضم ابن الأخرام أسجلا. وإن ضم نقاش تلا غير ساكت، ومطوع ذرى على الكسر ميلا. قاعدة لروح والسوسي. ومع غيب يظلمون أظهر لروحهم، ومع مد سوسه مزل فعلا مقللا. قاعدة لرويس. كأصداق إن تقرأ بصاد رويسهم، فقصرا وها سكت كساهون أهملا. قاعدة لحمزة. وعن خالف إدغام بل غير ساكت، كمع سكت كل عند حمزة تأهملا. قاعدة لهشام. وفيها وبل دجون بالخلف مظهر، وفي الرعد للحلوان خلف تأصلا. سورة المائدة والأنعام. قاعدة لحمزة وابن عامر. إليك وقبل الله وقفا لحمزة، لدى سكت مد الفصل حقق وسهلا. بإضجاعها التأنيث توراة أضجعا، وفي قلب نقل قف فقط إن تميلا. إذا كنت في المفصول عنه محققا، ورمل الحواريين بالخلف ميلا. على ترك سكت عن هشام أئنكم، على قصرهم دد مثل ذي الكسر مسجلا. وبالخلف الدجون حرفي رأى أمل، ومع مضمر فافتحهما ثم ميلا. مع الابن ذكوان وهمزا فقط أمل له، واخصصا سكتا بفتح كفي كلا. ولم يكن الوجه الأخير أخفش، وليس عن المطوع الثاني معتلاً.
وفي نحو أخرى عند فتحه مفتحا ومع فتح راء عنه أضجعه واحذلا إما لا ترى إن في الذي مع محرك وحرفي سواه يا بكاف مآكلا. قاعدة لشعبة. وحرفا رأى مع تاكن في بدائع لشعبات وقفا دون خلف تميلا. قاعدة لابن عامر. للأخرام صل قصر اقتده معه والسطا وغنا ولا تسكت لنقاشهم ولا تغنا أمل ذراء وافتح بكافرين للسور واخصص سكترا لي به قبلا لمطوع الإسكان زل سكته اخصصا به ويكن إن ذكرت لا تسهلا ومدالح الوال ووجهي يكون مع يكن وسكون المعز داجون والصلاة. قاعدة ليعقوب. بتسهيل آلا نظهرا لرويسه وكالمسلمين الهال يعقوب أهملا. قاعدة لابن ذكوان وحفص. كمد ابن ذكوان وسكت له كذا لحفص نعم تخصيص الأخرام أسجلا. سورة الأعراف والأنفال والتوبة. وأورثتموها لابن ذكوان أظهرا وأدغم لصوري ولا سكت يجتلا وأدغمهما أظهرهما أو بزخرف وليس عن الرمل الأخير محصلا مع الثاني للمطوع افتح وعينا لدى ثالث ارجاع ذرا فقط جلا أئناكم مع ترك فصل هشامهم فليس يرى في وقف همز مسهلا كذا حكم باقي سبعة مع مكرر وجازى بباقي الباب أن يتسهلا آمنتم الداجون حقاقه الشذاء عنه وبئس زيد الياء والصلاة ودعتك تكل عند إدريس إن تغبك لا يحسبن أو لرؤيا تميلا كذلك إن تضمم أذن يعكفون قل ومع فتح موسى الناس ليس مميلا وقد أدغم الداجون يلهث بخلفه وحفص على الإظهار مدى وأهملا لسكت بموصول وغن ولصبهان إن يدغما فامدد وغنا وطولا للأزراق همزا معه كيدون مطلقا بياء هشام زاد داجون موصلا وليي مع يائيه دع مد صالح وإن تكسرا مع حذف ياء مثقلا فلا قصر مع إظهاره وأراكهم بتفخيم ذات الضم فافتح مطولا لهمز وقلله بقصر وأدغما ويغفر لكم مع قصر دور مبدلا. قاعدة لجميع القراء. وللكل قفص عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا أئمة إن يبدل رويس فأظهرا وها مؤمنين اترك ونقاشهم تلا بإدغام التأنيث في الثاء وسكت أخرم طلق بإظهار وإن تدغما فلا ولا غن إن يظهر وإن تدغما لصور ذراء أمل والغن كالسكت أهملا وهار لنقاش ومطوعيهم بخلفيهم افتح سكتا امنع مميلا لنقاش واكس لمطوعيهم وهار ونار افتح فنار
أم الكلى وجرف وهي تظلم لداجون وحده كمد له في حاذرون تقبلا. سورة يونس وهود عليهما السلام. لنقاشهم أدرى افتحا وابن أخرم بخلف ولم يسكت إذا لم يميلا وعند به ألان عن حمزة على كلا النقل والإدغام وقفا فأبدلا كما سكت مد غير متصل له كذا خالف إن يترك السكت مسجلا. وسهل هل تجزون عند هشامهم فأدغم وبالوجهين فاقرأ مبدلا. ويختص إدغام كها مسلمين عن رويسيهم بالقطع في فجمع قلا. قاعدة للسوسي والدوري. ومع وجه مد المازني وفتحه بموسى لتقرأ في به السحر مبدلا. وإن تفتح موسى مع القصر هامزا فتسهيله خصص بدور تنل علا. كذا إن تقلل معهما ثم قصه بسوس على فتح وقصر مبدلا. وإن خف فالحلوان تتابعان فامددا فتح تسألني عنه فأهملا. وإن تظهر اركب سكت حفصيه ممنعا وإن تدغما للقصر عنه فحللا. وما مد لا قلاد إن كان مدغما ومعه فسكت المد مرتابة جلا. ومد أرهط إن يسكن هشامهم كإن دون ياء فجعل فيدة تلا. سورة يوسف عليه السلام. وفي النشر تأمنا عن الحجز رومه ومختار داني درى من تأمل. ويا آسف يا حسرة افتح مبدلا بقصر ومزجات بخلف تميل. لصور ونقاش ولا سكت عنهما ودع غن نقاش وللصون عملا. سورة الرعد. بإرغام تعجب خص قصرى هشامهم وحتما عن الحلوان مدغيما افصلا. وفي الوقف في أعناقهم كن محققا على وجه إرغام لخلاد مسجلا. سورة إبراهيم عليه السلام. وعن خالف مع ترك سكت فقلل البواري قرار وافتح النام ميلا. ومع سكت القللهما ثم إن سكت في غير مد فيهما كن مقللا. وأضجع قرار ثانيا قلل افتحا ومع سكت مد ذي انفصال فميلا. وقلل قرار ثانيا فيه مفتحا ومع سكت كل أضجع افتح لما تلا. ومع ترك سكت عند خلاد افتحا هما فيهما قلل وأضجع وقلل. ومع سكت القللهما افتحهما ومع سكوت سوى مد فقلل وميلا. قرار وقلل ثانيا فيهما ومع إمالات افتح ثم فتحاهما تلا. ومع سكت مد مطلقا عنه أضجع قرار وفي الثاني افتحا وعن حمزة القهار مثل البوار قل بتوسيق شيء قللا لا بمدلا. ترى المجرمين افتحه وصلا لصالح على أوجه القهار وقفا وبينا. وفي وترى أيضا كما في بدائع على الفتح مع مد فذر أن تميلا.
سورة الحجر. وإن تدغم اكسر أدخلوني رويسهم وأدغام إن في الدار الأخرام مسجلا ودع سكت صور مدغما لا تطولا ولا تسكت تظهر لنقاشهم على وبالخلف سه جاء آلا لمبدل ومداء وقصر للذي فيه أبدلا وعن أزرق مع وجه إبدال غيره ففلس بفتح مد والسط مقللا سورة النحل. أما لا أتى الرمل ومطوعيهم بخلف ولم يسكت إذا هو ميلا وللشاربين ارجع لصور بخلفه على سكت الرملي ليس مميلا لمطوع إن ترجع افتح ذا وترى وزادا به اخصص سكته أو أمل كلا وإن تفتح ارجع زاد غنى وأخرم بيا يجزين النون مطوع تلا ورملي بيخصص سكته نونا للزمن على سكت نقاش كذا يطولا سورة الإسراء. لنقاش التجرين يلقاه مضجع ومن طرق الرملي أيضا تميلا ومدى هشام عندما خاط أن قرأ أسجود للصوري بالخلف سهلا ولا سكت وافصل من طريقي هشامه وسهل وحقق في البدائع عن كلا سورة الكهف. ويختص وجه السكت من قبل همزة لحفص بترك السكت في الأربع العلا وفي كلها اسكت عنه أولى أو اسكتا على عوجا والثاني أو دعه في كلا ومرقادنا أدرج ومع حذف ياء تسألني فلا تسكت كذا لا تطولا وكال الوصل حال الوقف زاد ابن أخرم فأهمالها وقفا وأثبات موصلا ومع مد شيء ليس ذكرا مفخما للأزراق مع ترقيق فانطلق عقلا سورة مريم. بإرجاع يا للدور فقصر صل اسكتا ودع وجه إرغام مع الوصل تقبلا وعند هشام إن قرأت بفتحها فمدا ووجه السكت كالوصل أهملا وفي إذا ما مت عند هشامهم بقصر على إظهار هل تعلم قبلا وبسم له إن كنت مظهيرها إذا وعند ابن ذكوان مع السكت فاسألا ومن سورة طه عليه السلام إلى سورة الفرقان. بتقليلها طه لذي الياء فافتحا أم الخاب للرمل وبالخلف ميلا لداجون مع مطوع ثم إن تمل له خاب حتما ذا ترى فمجلا وعند أبي عمرو مع المد مطلقا وللغام والدور مع القصر مبدلا فدع فتح يا موسى على بين في رؤوس ويأته عند سوسيهم على سكون فقلل مطلقا أبدل قصرا لداجون إن تظهر نبذت له حظلا الغام في بل جزم والناس إن تمل بفتحه تدا للدور حتما
فبسملا لسوس اهتدى إن تفتح وصل وبسملا وفي تصفون الغيب للصور فقبلا بخلف ولا تسكت سكارا أمل بغيب مطوع إلى مع خطاب كمن جلا سورة المؤمنون وإن تفتح وتبجع قرار لحمزة على سكت ألف خلقنا خار فانقنا كذا اسكت ومع إهمال سكت لدى خلف بالإضجاع فانقل ثم حقق مقللا سورة النور وها الصادقين عن رويسيهم فدع لمن كان إلا عنه يقرأ مبدلا وخيرا إذا فخمت ذي الأزرق البغائئ عند مد الهمز ما ياء نبدلا وإبداله مدا يخص بمده لهمز ومع تقليله كان مهملا وإن فاتحا وسطت غير مفخم فلا تبدلا يا لدى من تأملا وإضجاع والإكرام إكراههن بابن أخرام اخصص ساكتا ثم أسجلا له السكت إن تبجع ومطوعيهم له فتح ذرا حيث كانا مميلا ولن من الرمل لخلاد امنعا إمالاتها التأنيث إن كان موصلا ويتاقه لكن عموما سوى الألف سورة الشعراء وفرق على ترقيقه المد يجتلى لحفص هشام ثم أيضا توسط بلا وجه سكت لابن ذكوان فعقلا وإضجاعها التأنيث في النشر لم يكن لدى حمزة وامنع به وجه مدلا وعن خالف لا سكت في المد معه أجمعين امنعا عن حمزة أن يسهلا ولا غاء فيه عند يعقوب واقفا وما معه الإدغام أيضا تحصلا وترقيق ظلت لا يكون بدونه وتفخيم مضموم به كان مهملا ومع فتح موسى اهمز لدور مرققا وتفخيم سوس قاصرا ومقللا يخص بإبدال ومع مده فلا يرقيق لكن حيثما هو قللا وعن خالف مع ترك سكت مفخما ففي الوقف أدغم أجمعينا أو انقلا ولم يكن الصوري إلا مفخما وعن أخفش وجهان فيه تهللا سورة النمل وآتان وقفا فاحذفنها لحفصهم على قصره وعكس مع السكت تفضلا ومع ترك غن مظهرا لاقبا لهم ففي صاغرون الوقف بالهاء أهملا وإن تفتحا آتيك في الكل ساكتا قوي أمين عند خلاد انقلا وإن تضجعا فاسكت مع السكت مطلقا ومع سكت غير المد فالنقل نقلا ومع سكت مد غير متاصل ومع توسط لا ما كان فيها مميلا وليس رويس مدغما وجعلها على المد مع إظهاره فيه وأنزلا ودع غيب تفعلون عند من أخرم ومع غيب شامي فوسط وأهملا لسكت ومع غيب لمطوعيهم لدى الكافرين النار حتما فميلا ومن سورة القصص
إلى سورة فاطر. وفي عاقلون إن تخاطب لنورهم فموسى وعيسى ثم يحيى فطلملا ودع غيب سوسي بمد مقللا وفي تخرجون الفتح والضم عدلا بخلف عن النقاش عند توسط ولا سكت وافتح معه ضعفا كذا الولا لحفص وإن يبني الأئمة أزرق فهمزا أطل وافتح كذا سم أوصلا ومع وجه تقليل لنوريهم متاليا لا أبدله وليس مسهلا على مجه السوسي إن كان طارئا بسكت لدى فتح أتوها توصلا بقصر لرملي ومطوعيهم بخلف ومعه السكت كالفتح أهملا وفي كافرين إن تمل خذ بقصره إناه عن الحلوان جاء مميلا كثيرا عن الداجون بالباء وارد ومن سات في وجه بإسكانه تلا سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. لقالون فقصر حيث قللت منغما وللأصبهان مظهرا مدة قبلا وأدغم لورش إن تقلل كذاك إن تفخم لذي ضم أو النصب مسجلا بتفخيم ثان عند ذي المد قللا ومع الأول افتح قاصرا لا مطولا بلا سكت الصوري بالخلف مظهر وللأخفش الإدغام لا غير آملا ويختص بالإظهار سكت لحفصهم بتقليل امنع سكت كل وكسألا لحمزة خلاد فزد منع سكته على حرف مد ذي انفصال تأملا وما لي للداجون بالخلف أسكنا وخا يخصمون اكسر بخلف له على لدوري امدد عند تقليله متى مع الهمز إن تتمم وإن تاك مبدلا لحلوان غب يعقلوا خلف رملهم وداجون وافتح في مشاريب تفضلا للأخفاش وافتح عند حلوان قاصرا ومع كافرين افتحهما أو فميلا لمطوعي مع غنة أو أمل فقط مشاريب واخصصا به السكت تجملا ومع غيم رملي أمله أملهما وعند الخطاب افتحهما أو أمل كلا ومع ذا الزمن غنا ودعها على السوى ولا سكت إلا عند فتحيهما انجلا سورة الصافات. وعند هشام قل أئنا لتاركوا أئناك أئنا بفصل كذا بلا أو اقصر لداجونيه غير ثالث أو افصل لحلوانيه غير أولا وبالمد وصل الياس خصا هشامهم وفيه عن النقاش وصل توصلا ومطلا قسكت دع بقطع ابن أخرم وليس عن المطوع السكت موصلا ولم يسكت الرملي مع وجه قطعه وللأصبهان يصطفى جاء موصلا سورة صاد والزمر وغافر.
وسكت بأن ذكوان وإظهار ذال إذ له معهما المحراب ليس مميلا سكونا ولي بالمد خص هشامهم وإدغام قد مع فتح دادون أهملا بخالصة نوه عنه ولا تكن على مد تعظيم فأنا مقللا لدور ولدغام اقصصا لرويسهم بإثباته فيها عبادي محصلا ومد لتعظيم يخص بحلفها وما حلفها يأتي مع المد مسجلا ومع وجه ضم الياء في لا يضل عن فأثبت وفي المختص أظهر كأنزلا فبشر عباد افتح لسوسيهم وقف بوجهين أو فاحذفه وقفا وموصلا إمالة من في الدار في الوقف عنده لدى المد والتقليل خصا بذا الملا وبالخلف للرملي قل تأمرونني بنون ووجه السكت كن عنه مهملا على الفتح للسوسي في واتر قصرا على الوصل وقصر حاف قلل مميلا عليه ولا تسكت مميلا مقصرا على الفتح في حالات منه مبسملا بقصر وإظهار ومع وصل اخصصا بسوسيه إدغامه إن تقللا وبالدور إن تفتح وأولاقهم فقد فضما وأدغم كاتخذت الكبير لا وتدعون للنقاش غبوابه اخصصا سكوتا لصور وابن الأخرام ما تلا بإطلاق سكت معه عكس مخاطبا هشام على الإظهار في عذت أهملا لغن وقلب نونا عند أخفش وبالخلف أيضا عن هشام تقبلا كذلك للمطوع ثم إن ينونا غن لا تسكت كذا لا تميلا وإن نون الحلوان غنها كذا قصرا وما غن للدجون مع تركه الملا وما لي للسوري بالخلف فتحه ومعه فلا تسكت وفي النار ميلا ولم يفتح المطوع كافرين قل ولم يومل السوري إن مسكنا تلا سورة فصلت أئناكم فامدد وحقق مسهلا وحقق بقصر عن هشام تمثلا ومع ثالث ما قصر منفاصل يرى وأغنى عن الداجون بالكسر نقلا وفي أعجم أخبر بخلف هشامهم ومن دون فصل عند داجون سهلا وسهال حلوانيهما مع فصله أأن كان عن هفصل وداجون أهملا وبالخلف معه أعجمي لابن أخرم ورمليهم من دون سكته مفصلا ولا غن معه لكن الرمل موجب لدى الراء غنا ثم في اللام أهملا ودع غنة الداجون إن كنت مخبرا لحلوان عين غنة اللام سائلا سورة الشورى وبالخلف للصور ونقاش لقرأ بالإسكان في يوحي ورفعي كيرسلا ومعه لنقاش فوسط وبسملا ومعه سوى رملي السكت أهملا ومع نصب الرملي لم ياك ساكتا وذو الفتح للمطوع الناصب قلا سورة الزخرف
ولما عن الحلوان فقرأ مخففا بخلف أتى واختص بالمد وعتلا. سورة الشريعة. سوى قصر إسرائيل فنع مقللا للأزراق إن تبدي الأريت محصلا. سورة الأحقاف. يوفيهم بالنون داجون واضمما بخلف له كرها أذهبتم تلا. بالأرباع وافصل عند حلوان مطلقا لداجون حقق مد مع فتحه كلا. سورة القتال. ومع قصر جاء أشراطها لي فتل على المد للتعظيم لست مقللا. فأناك تقواه ولا تظهرا إذا لدى قول واستغفر لذنبك تفضلا. ومع وجه تقليل بتقواهم فقط مع المد والإظهار ما الهمز أبدلا. وفي غير هذا مطلقا مع فتحه فأنا لهم إدغام راء توصلا. سورة الفتح. فآزاره قصر مده لهشامه ومع قصره الحلوان كانا مبسملا. سورة الذاريات والطور. وإذ دخلوا أظهر لمطوعيهم على ياء إبراهيم ثم مبيلا. على آلف أدغم وفاتيح نظهرا مسيطر المسيطرون تقبلا. لدى أخفش سينا مع الخلف وامنعا على السين عنه السكت والوصل تعدلا. وسط لنقاش وحقق وفيهما بسين وصاد صادها الحفصهم تلا. ولم يروى مع سكت سوى آخر له وما صاد خلاد مع السكت أعملا. سورة النجم. وعند رويس أظهرنا وأنه في الأرباع أو أدغم أو الأولين لا ألولا له بدأ مظهر الكل قاصرا كذلك مع إدغام يعقوب فافعلا. ومن سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الحشر. وأول يطمثهن أو ثانيا علي يضم وعنه الكسر نرويه في كلا. وضماهما لليث زد وهشامهم يكونا فذكر عنهما وجهي الولا. ورفعا على التأنيف حلوان زاده ومع وجه نصب واقفا لا تسهلا. ومن سورة الممتحنة إلى سورة التحريم. لحلوان يفصل لا تخفف ومظهرا ويغفر فمد اسكت وبسمل مبدلا. ومن سورة الملك إلى سورة القيامة. وقد أدغم الصوري ثم ابن أخرم بخلفيهما والسكت صوري نهملا. بتفخيم ذي ضم لنون ظهرا كالأصبهاني وللباقي كياسين حصلا. كأبصارهم أدراك إن تضجع عنهما ففي كذبت أطلق كأدرى مميلا. ببسما لكن على ذا فأظهرا لمطوع أدغ إذا لم تبسملا. وما لي يهدغ إن قلت كتابي يهل ورش وأظهر حيث لم تكن ناقلا. وعن أزرق لا نقل إن تفتح
موسطا أو تفخم ذات ضم وتعالى لنقاشهم في يؤمنون وبعده وقيلا مع التحقيق ثان به تلا ومعه فبسم ثم عند هشامهم بتذكيره يمنى فبسم المحصلا سورة الإنسان وداجون لم يصرف بخلف سلاسلا ومع قصر حفص قف بقصر سلاسلا كسكت ومع سكت ابن ذكوان بالألف كذا عنه حيث الكافرين تميلا ولا خلف للرملي في الوقف بالألف ولا خلف عن روح مع القصر مسجلا وقف بسكون اللام إن تاك قارئا بإدغامه مع مده متقبلا قوارير مع إدغام روح فبالألف وفي الثاني للحلوان بالخلف قف بلا وإسكانه مع قصره متعين تشاءون فيه الغيب مع قصره تلا وسمى فقط إن كان يروي خطابه وذا الحكم أيضا لابن ذكوان يجتلى ولا سك تن النقاش معه ولم يكن لصوريهم مع غيبه متقبلا ودع سكت كل عند غيب ابن أخرم وتخصيصه عند الخطاب كمن جلا ومن سورة المرسلات إلى آخر القرآن الكريم وفي ذكرى تدغم لخلادهم فلا سكوتا على ذي المد بل كان مهملا وذكرا وصبحا فيهما أدغما له وأظهرهما أيضا وأدغمن أولا وعند ابن جماز بأقيت تقرأ بواو مع التخفيف وهمز مثقلا وعن أزرق تفخيم مضمومة مع الدغام ألم نخلقكمكم محللا به سكت حفص وابن ذكوان فخصصا كإدريس مع مد ابن ذكوان فعقلا كيعقوب والسوسي ومع قصر حفصهم كذا الأصبهان ثم مع تركه فلا تمل في قرار لابن ذكوانهم ولا تكن مدغما لفظ المحراك مسجلا ولا سكت في ماء لحمزة تاركا وليس لخلاد إذا أن يميلا ولا سكت أيضا في مكين لحمزة وهذا إذا ما كنت عنه مقللا ولا هاء عن روح بوقف المكذبين مع تركه والهاء ويس تحملا وبالهاء قف عم إن كنت واصلا ليعقوب بين السورتين أخا العلا ورمليهم بالقصر في ساكنين وابن الأخرام والدجون خلفوهما وآنية مع عابدون وعابد فكل عن الحلوان يروى مميلا وترقيق مضموم إرم معه عند أزرق فافتح ذا الياء واسكت وبسملا وما بعد بل لا مد روح مخاطبا وإدغامه بالمد مع غيبه احظلا ويفتاح للمطوع غير كامل وقد خاب والتلخيص أدغام ما تلا وخيرا يره شرا يره أشبعا لدى رويس على الإدغام لا روح
التوحيد عقيلا. وصلها ليعقوب بوصل وعند من تلى الناس فاسكت لديه وبسملا. وقد تم هذا النوم عذبا ميسرا فلله حمد حيث منا فأكملا. وأسمى صلاة مع أجل تحية على المصطفى الهادي الأمين ومن تلا.